ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. طبعا من الاهتمامات المشتركة بين البنات والسيدات تقريبا يعني هي الاهتمام بالبشرة، بالشعر، ازاي تكون بشرتهم نضرة فيها حيوية، شعرهم يكون صحي قوي. طبعا من اوائل الطرق اللي بتيجي في بالهم هي الماسكات، الجلسات العلاجية، بندور على النت على يعني وصفات معينة او غيرها ما الى ذلك. لكن الحقيقة انه كمان تناول الفيتامينز بشكل يومي ليها دور كبير جدا لنضارة البشرة وكمان تقوية الشعر. ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيكي يا دكتور دينا. اهلا بيكي يا عظيمه، منوراني يا روح قلبي، وحشتيني. انت مدلعانا صح، انت مدلعانا ومدلعه جمهورنا وجمهور الاهلي. ايوه. علشان يعني بتتكلمي في موضوعات بجد بتشغلنا قوي، وبنقع في اخطاء حقيقيه احنا ساعات ما بنبقاش مدركين ان ده غلط وان ده ممكن يكون بيضرنا مش بينفعنا. بس احنا هنتكلم عن كل ده معاكي النهارده. معاكي. علشان انا يهمني جدا اقول يعني ايه، اعرف منين انا دلوقتي، اعرف منين ان انا دلوقتي لما شعري مثلا يبقى عندي فيه مشكله احافظ عليها ازاي، واعرف منين اذا كان انا عندي نقص فيتامين ولا دي مشكله انا عملتها غلط. يعني حطيني على التراك. موضوع الفيتامينات والمعادن موضوع مهم قوي ان احنا نتكلم فيه، لان يوميا احنا لازم نعمل انتيك للفيتامينز والمينرالز. يمكن ناس كتير مش عارفه ده. ليه بنقول ناكل اكل صحي؟ لان الاكل الصحي هو المليان فيتامينز ومعادن. الفيتامينات والمعادن معظمها الجسم لا ينتجها، فلازم ناخدها كسبلمنت من بره، سواء من الاكل الصحي او من المكملات الغذائيه المعروفه المرخصه والمسجله. ازاي اعرف ان انا عندي نقص في الفيتامينز والمينرالز؟ لو هتكلم كجسم او كحاجه عامه، التعب، الخمول، عدم القدره على النشاط، عدم القدره على ان انا اعمل مهامي اليوميه، احيانا المود سوينجز، انا مش عارفه اوقات مقريفه ومش عارفه السبب، ومش عارفه ايه السبب، القلق المستمر، ما بعرفش انام، كل الحاجات النوم صحيح؟ اضطرابات النوم ممكن تبقى نتيجه نقص فيتامينز ومينرالز. لو هتكلم على البشره والشعر، طبعا بيبان جدا على البشره والشعر. يمكن احنا عايزين فيتامينات ومعادن عشان اعضاء الحيويه والوظائف الحيويه اللي في الجسم، لكن اول حاجه بتتاثر نتيجه نقص الفيتامينات والمعادن الشعر والبشره. صح، مع والضوافر، والضوافر اكيد. طيب البشره، الوش بيبان عليه ايه لو انا عندي نقص فيتامينز ومينرالز؟ سنك بيبقى شكل بشرتك اكبر من سنك. اوكي. جفاف رهيب. اكزيما. ياه. بقع حمراء في البشره. والله العظيم. طبعا. يعني توصل لكده؟ طبعا. تشققات حوالين البق. تجاعيد مبكره. هالات سوداء. تصبغات. ياه. ممكن يبقى نتيجه نقص الفيتامينز، لان انت عندك فيتامين سي وعندك فيتامين اي، الاثنين دول انتي اوكسيدنت. فالتعرض التعرض لحبيبة قلبي التعرض لأشعة الشمس من غير واقي شمس وفيتامينات هيحصل أكسدة للبشرة وهيحصل تصبغات. لو هتكلم على الشعر، الشعر يتساقط ممكن جدا ما دام ما عنديش مرض عضوي يؤدي الى تساقط شعر. اوكي. يعني لازم اتاكد ان ان الغدد الدرقيه سليمه، وظائف الكلى سليمه، من الكلى ما بتسربش البروتين عن طريق البول والحاجات دي كلها، وقتها الاقي تساقط شعر، يعني نقص زنك، يعني نقص بيوتين، يعني نقص حتى فيتامين سي. اوكي. فالشعر اللي مش شايني، الشعر المجهد، مش مشرق كده ولامع كده طبعا. فمهم جدا 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 الفيتامينات والمعادن جميع الاعمار. أوكي. مش عمر معين طبعا، ستات ورجاله اكيد. حتى السيدات لما بتكبر بتبقى عايزه يعني بتحافظ على شعرها طبعا. وتبقى عايزه مثلا تقصه، يعني تبقى عايزه تحافظ على الشكل طبعا ورونقها اكيد طبعا. طيب انا يعني احدد منين الفيتامين اللي انا يناسبني وانا احس ان انا مش باخد حاجات كتير، بس اخد فيتامين معين، يكون ايه الخواص اللي تبقى موجوده فيه احس ان دي ممكن تديني النفع ده؟ جايه اتكلم معاكي على مكمل غذائي رائع، هايل، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، بيديكي امان انك انت تستخدميه وتاخديه يوميا.
مش على تستات واخذ الترخيص. مكمل غذائي ملم بكل الفيتامينات والمعادن اللي البشره والشعر محتاجها. أوكي. مكمل غذائي موجود في جميع الصيدليات في كل المحافظات، وموجود كمان اونلاين عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه ده، رقم شركه باي ناتشرال. اوكي. ايه المكمل الغذائي هذا؟ اسمه ألب مالتي فيت. اوكي. ألب مالتي فيت، واحيانا الناس بتقول عليه اي ال بي مالتي فيت، انا بختصر وانا معاكي في الهوا بقول ألب. هو اي ال بي مالتي فيت. أوكي. ليه بشجع الناس انها تستخدمه؟ ليه بشجع الستات اللي بتتفرج علينا والرجاله انها اللي بتتفرج علينا تستخدم هذا المنتج المكمل الغذائي الرائع؟ لانه بيحتوي على سلسله فيتامينات ومعادن مهمه للانتاك اليومي. اوكي. زي ايه؟ لو هبتدي معاكي، لو هبتدي النهارده بخص البشره والشعر، فيتامين سي. انت بتشوفي منتجات تجميليه كتير باسعار رهيبه بفيتامين سي، لان فيتامين سي مهم قوي للترطيب، مهم كأنتي أوكسيدنت، مهم لتعزيز سلامتك. لا الشطة عمل شغل عالي. سلامتك يا عظيمة. الله يسلم عمرك حبيبتي. مهم جدا لتعزيز الكولاجين. أوكي. عشان كده بقول من سن، يعني مهم التيك بتاع فيتامين سي للبشرة من 20 سنة. واحدة تقولي أنا عندي 20 سنة ولا عندي تجاعيد ولا حاجة، احمي نفسك من التجاعيد من سن مبكر. ألب مالتي فيت بيحتوي على فيتامين سي. يمكن كمان أخص فيتامين سي إنه بيساعد لي على امتصاص الحديد. أوكي. يمكن كمان البشرة الشحبة. سلامتك. الله يسلمك يا روحي. يمكن البشرة الشحبة نتيجة نقص حديد. طب هل ألب مالتي فيت فيه حديد؟ هو ما فيهوش حديد. لكن لو أنا كمان عايزة لو الشاشة اللي قدامي كمان عايزة أعرض، بستأذن. بالظبط بالظبط. ده شكل العلبة، أنا بحب قوي الشاشة اللي قدامي حاطة الصورة. ده شكل علبة ألب مالتي فيت. يا ريت كل الناس اللي بتتفرج علينا، ستات، رجالة، شباب، بنات، جميع الأعمار، بليز صوروا العلبة، عشان لما بتيجوا تعملوا أوردر من الصيدلية أنا ما عنديش بديل. أوكي. في ناس عايزة ترتاح، أنت عارفة ناس كتير مثلا ستات تقول لي أنا لسه هنزل الصيدلية أجيبه، تقدري تتكلمي عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة. يجي لك لحد عندك. ألب مالتي فيت، فيتامين سي أنا قلت عليه، فيتامين إيه مهم جدا جدا للبشرة والترطيب. طبعا. مجموعة فيتامينات بي كومبلكس جميعها. الله، دي هايلة. أنا ليه بقول ألب مالتي، ليه أنا أخصيت هذا المنتج الرائع؟ لأنه الحقيقة فيه مميزات مش موجودة يمكن في مكملات غذائية أخرى، إنه ملم بكل مجموعة فيتامين بي الكاملة. ما هي دي بقى يعني بصراحة أنا عاجبني. أيوة. اصل فيتامين بي ده ما بيتجمعش في مكان واحد. صح. دايما بناخده من اكتر من صح. من مكان. صح. عندي الزنك. طيب بيقول لي مثلا، طبعا البيوتين موجود داخل ألب مالتي فيت الرائع، البيوتين للشعر. عندي الزنك. عندي الكالسيوم. الكالسيوم مهم جدا. نجيب لك ميه يا عظيمه بجد. طيب اهو ميه يا حبيبتي، اشربي بقى ميه. الكالسيوم موجود في ألب مالتي فيت. الكالسيوم رائع لتكوين خلايا العظام. الكالسيوم موجود عندي في ألب مالتي فيت بتركيز 70 ميلي جرام، which is fine. البني آدم الطبيعي محتاج 1000. ده هايل. فنقدر ناخد ألب مالتي فيت ما نخافش من تراكم الكالسيوم. مش هيحصل هايبر ان الكالسيوم يعلى عندي. لسه هسالك، واحنا محتاجين نسال دكتور او نعمل تحاليل قبل ما ناخد الفيتامين ده؟ الحلو في ألب مالتي فيت، اولا دكاتره كتير استشاريين اعتقد طلعوا في تقرير دعموا ألب مالتي فيت. هايل. دعموه للمناعه لانه بيقوي المناعه جدا. طبعا في نسبه فيتامين سي كام معلش يا دندن؟ فيتامين سي موجود 500 ميلي جرام. انا عندي لغايه 1000 ميلي جرام، ما عنديش مشكله. طب احنا الادلت بياخد 1000. طبعا انا عندي 500 ميلي جرام، يعني فيتامين سي مناعه قويه، نشاط قوي. عندي داخل ألب مالتي فيت كمان مجموعه فيتامين ب الكامله، زي ما انا قلت انه بيعمل ترطيب للبشره وكمان بيحسن لي التمثيل الغذائي. هايل. يعني طبعا انا لما جربت ألب مالتي فيت حسيت ان نشاطي بقى احسن. طب الحمد لله. ومش انا بس، انا حتى عندي صحاب كتير بعتوا لي قالوا لي يا دينا ألب مالتي فيت من اول اسبوع حسينا بنشاط احسن. انا لما اديتيني الحلقه، يعني من الحلقات اللي فاتت انا جربته
وانا لقيت ناس اصدقاء ليا على صفحتي الشخصيه بيسالوني عليه، انا صورت العلبه من عندي من البيت وبعتها لهم، لانه يعني انا بصراحه عجبني جدا، انا ماشيه عليه دلوقتي لسه ما خلصتش الشهر طبعا، وهستناك الشهر الجاي تقولي لي الفيدباك. لا بس اقول لك بصراحه بامانه معاكي، قولي انا كان عندي حاله ارهاق شديده جدا وانا عارفه ان كان عندي نقص فيتامينز، عملت وباخد جنبه فيتامين تاني ناقص عندي، لكن ماشيه عليه بدات احس يعني وزن اسبوع بعد مرور 7 ايام بدات احس ان نشاطي بقى احسن. ايوه صح، هو رغم ان انا كان نومي قليل جدا. ما هو النوم القليل والارق بيبقى نتيجه نقص فيتامينات ومعادن، عشان كده لازم الناس تفهم قد ايه الفيتامينز والمينرالز وقد ايه فعلا الب مالتي فيت رائع رائع، وكمان السعر كويس جدا. كنت لسه هسالك، متناول الجميع؟ الحقيقه شركه باي ناتشرال حابه انها توصل لكل بيت مصري بلا استثناء. اوكي. فطرحها بسعر رائع جدا جدا. على الشاشه كمان ال اي ال بي مالتي فيت، ده التمييز بتاعنا. اوكي. مهم قوي اقول انه اعلى تركيز في الزنك. في الزنك. الزنك يا جماعه مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. حلو قوي. مهم لتعزيز الدوره الدمويه طبعا، مهم لاي خلايا بتتجدد، انت عندك خلايا جسم كتير الشعر خلايا بتتجدد، والضوافر بيتجدد، خلايا الدم نفسها كل 3 شهور النخاع بيطرح خلايا دم جديده، فكل الحاجات دي مهمه قوي. فعلى طول بقول اي ال بي مالتي فيت رائع، الجرعه كبسوله واحده في اليوم فقط، ده التصريح بتاع ويا ريت كمان كويس ان انا قلت التصريح بس استاذن الكنترول ينزل لي تصريح وتسجيل الب مالتي فيت من هيئه سلامه الغذاء المصريه، اتفضلوا عشان كمان يدوكم امان اكتر. طبعا انا لما بتكلم يعني اكيد معروف عني من زمان ان كل المنتجات اللي اتكلمت عليها مرخصه، بلس شركه باي ناتشرال لا يمكن تشتغل غير في المنتجات الامنه 100%، ده ترخيص هيئه سلامه الغذاء، معنى كده ان كل الناس اللي بتتفرج علينا هيبقى عندها امان شديد شديد. وهو وهي لو بتاخد مش واخد ترخيص استحاله يعني هيعرض في الصيدليه ويبقى موجود. ما هو ده الحلو بقى. يعني انا يمكن دخلت صيدليه، احنا موجودين في سلسله صيدليات معروفه جدا، اول ما شفته اون شيلف اتبسطت قوي. طبعا. لا يمكن صيدليه هتحط اي منتج، على فكره مش بس فيتامينات، أوكي. اي منتج غير وهم معاهم التسجيل والتصريح بتاع أكيد. وزاره الصحه او هيئه سلامه الغذاء المصريه. هايل. بصي بقى، انا هسالك على الناس اصحاب الامراض المزمنه عشان نقول برضو الجرعه دي مناسبه ليهم ولا هم لازم بقى يبقى رجعيه للطبيب مثلا يسالوه عن حاجه خاصة. انا ما عنديش مشكله مع اي مريض عنده سكر، عنده قلب، عنده ضغط، بدعم جدا جدا الف مالتي فيت مع الادويه اللي بياخدها من روشته الدكتور. هايل. لان الف مالتي فيت هو مش علاج، فمعنى كده ان هو ما فيهوش ماده فعاله تتعارض مع الماده الفعاله لاي دواء. هايل. هو فيتامين فقط، فبياخدوه مع الدواء بتاعهم. أوكي. مريض السكر، الدكتور البطنه، دكتور غدد سماء، وات ايفر، هو ماشي مع دكتور ايه، بيدعمله جدا فيتامين ب طبعا، لان مريض السكر بيحصل له التهابات في الاعصاب. ففيتامين ب 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 الكوبالامين، ده كل المجموعه، فده اللي بيميزني في الب مالتي فيت عن بقيه المنتجات او المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز الثانيه اللي موجوده في الماركت. فما عنديش مشكله ان اصحاب الامراض المزمنه يستخدموا الب مالتي فيت. طب قولي لنا بقى بالنسبه للرياضيين، الرياضيين بقى بما ان في قناه الاهلي، ايوه طبعا الرياضيين لازم ياخدوا ويتناولوا فيتامينز، اكيد بيبذلوا مجهود طبعا، يعني بيحتاج طاقه رهيبه، بيحتاج طاقه رهيبه واكل معين ويدعموا بيه، محتاج ياكل اكل ممكن صحي طبعا. ممكن يتعامل مع الب مالتي فيت ولا بيبقى كمان في دعم اخر، يعني ممكن ياخدوا جنب اي حاجه تانية ممكن هو بيكون بياخدها؟ الرياضيين لازم ياكلوا اكل صحي واكل يبقى فيه بروتين عالي، أوكي. عشان لو عايزين يعملوا عضلات، ولازم ياخدوا فيتامينز فيها زنك، لان الزنك هو اللي بيريح بيعمل ريلاكسيشن للعضله. مغنيسيوم طبعا، ممكن ياكلوا موز، انت بتلاقي كمان كتير قبل ما على طول العصاير لازم فيها موز طبعا، موز وبيض كتير عشان فيه بروتين. صحيح. طبعا برشح لهم الب مالتي فيت كمان لانه دخلوا فيتامين بي وعائله فيتامين بي الكامله عشان يدعم له الاعصاب. انت عارفه ساعات الرياضيين بيحبوا يشيلوا اوزان، فالاعصاب مش قويه يبتدي يرتعش طبعا. فاكيد برشح له الب مالتي فيت، بياخد كبسوله واحده لو بيفطر كويس، ناخده بعد الفطار او بعد الغداء بساعه. طب احنا معانا تليفون، معانا جورج، اهلا وسهلا.
الو استاذ جورج، اتفضل يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. بعد اذنك انا كان عندي اتصال، بس ان انا كان على طول بيبقى بسبب الشغل وكده انا بخرج بدري وبرجع متاخر بيبقى عندي ارهاق وكده، فهل مالتي فيت هيفرق معايا ولا؟ حاضر يا فندم، ليك اي سؤال تاني؟ لا هو بس الارهاق بس، وبيبقى اوقات مثلا حالات تحت العين بسبب الارهاق والشغل وكده، والحركه بتبقى يعني ايه ما بتبقاش زي الاول. اوكي انا بشكر حضرتك جدا. طبعا حالا دكتور دينا هترد عليك حالا. قولي لنا بقى استاذ جورج. طبعا برشح لاستاذ جورج اكيد ما دام هو عنده خمول وكسل ان هو يبتدي من ساعه ما شافني يستخدم الب مالتي فيت، هيجيبه يا اما من الصيدليه يا اما عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، ويتاكد كمان من وظائف الكبد والكلى ان هم سليمه. ما يبقاش الخمول ده نتيجه حاجه. اهم حاجه الله. عندي انه ما يبقاش نتيجه مرض معين، بيحتاج دكتور فورا وطبيب ومعاه الب مالتي فيت. اتاكد ان كل التحاليل عنده سليمه، يبتدي على طول كمان بالب مالتي فيت، هيلاقي نشاط وهيحس بالنشاط من ثالث يوم استخدام. ثالث يوم هيلاقي نفسه عنده نشاط كويس قوي، المهام بتاعه اليوم بيقدر يعملها ويكملها. يمكن كمان اعتقد ان استاذ جورج قال انه عنده هالات، وعنده هالات سوداء. هالات سوداء اهم حاجه كمان، احنا في الشمس، احنا دلوقتي في الصيف ما ينزلش ابدا يتعرض لاشعه الشمس اللي هي الضاره، هتغمق اكتر مع وقت الارهاق ده. هياخد الفيتامين ويحط السان بلوك. فهمت جدا. الفيتامين كمان هيرطب له، لان احيانا كمان الهالات السوداء نتيجه جفاف شديد، جفاف البشرة واكسده البشره. ويطمن كمان من نسبه الحديد، يعني انت لازم برضو طول الوقت ان احنا نعمل تشيك اب. على فكره ده مش عيب طبعا، ده مهم جدا. يعني في فتره كل ست شهور نعمل تشيك اب على كومبليت بلاد بيكتشر. السيدات والرجال مره في السنه يطمنوا على وظائف الكبد والكلى، ما مش هيجرى حاجه. على فكره ده كان الكونسبت اللي ماشيين بيه اهالينا زمان، انه تشيك اب كل سنه نطمئن. طبعا لازم نطمئن إيه، عشان لما بتظهر اعراض معينه الواحد بيبقى لسه مش عارف. في ظل بقى الظروف اللي احنا فيها دلوقتي محتاجين المناعه تبقى احسن، اطفالنا كمان مناعتهم. هنكلمك على الاطفال بقى، قول لنا مسموح للاطفال ياخدوه من البا مالتي فيت ولا البا مالتي فيت؟ لا من سن المراهقه، يعني 14 ماشي بالزبط. اوكي هياخدوا البا مالتي فيت. وانا يمكن كمان اعتقد ان في دلوقتي امتحانات وفي مذاكره وفي حاجات بيجينا تليفونات دلوقتي عايزين. حتى بعتوا لي على السوشيال ميديا يا دكتوره دينا احنا في فتره امتحانات، رشح لنا ناخد فيتامينات ايه، لان كتير بتلاقي التركيز عندهم قل سنه المواد. أوكي. كتير برشح لهم اكيد الب مالتي فيت، هيلاقوا تركيز عالي، هيلاقوا نشاطهم عالي، هيلاقوا طاقتهم اعلى، لان هو بيسرع حاجه اسمها عمليه الايض وعمليه التمثيل الغذائي. فبرشح لهم اكيد الب مالتي فيت، بس ما منكترش على الكبسوله اللي احنا مصرحين بيها اللي هي كبسوله واحده في اليوم. عايزين ناخد اكتر من كده، ده تحت بيبقى يعني تسال الدكتور او يسال الدكتور لو محتاج فيتامينات اعلى عن الكبسوله اليوميه بتاعت الب مالتي فيت. طيب نتكلم بقى شق تاني عن الحوامل والمرضعات. ممكن بقى ما ننساهمش معانا في الحلقه. طبعا. طيب قول لنا بقى لو هي دلوقتي حبيبتي اثناء فتره الحمل او ما بعد فتره الحمل اثناء الرضاعه. الحامل طبعا الب مالتي فيت رائع ليها، لانه فيه فيتامينز ومينرالز هي محتاجاه، هو دخله فوليك اسيد. وكلنا عارفين ان السيده الحامل حتى قبل ما بتخطط للحمل بتبتدي تاخد حمض الفوليك. ده احد مشتقات فيتامين بي، لان الفوليك اسيد هو اللي بيمنع عن تشوهات الاجنه. الب مالتي فيت رائع فيه كل الفيتامينز. تسال الدكتور لو محتاجه مكمل في كالسيوم اعلى شويه مع الب مالتي فيت، عشان الحمل من بعد الشهر الخامس بتحتاج جرعه مكثفه من الكالسيوم. طب خلينا ناخد تليفون معانا، رحمه من المنوفيه. اهلا وسهلا، اتفضلي يا استاذه رحمه. ازيك؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي، نورتينا، اتفضلي روح قلبي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي يا استاذه رحمه. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. قولي لي انا معاكي. انا طالبه وعندي 20 سنه وبذاكر طبعا وفتره امتحانات، بس انا مش بركز وبنسى بسرعه. لسه يا رحمه مستفزه كده، ومش ببقى عارفه اللي هو اركز حتى في الامتحان. توتر. طيب عايزاكي تجربي معايا الب مالتي فيت، عشان عايزه اقول لك يمكن ناس يعني طلاب برضو بعتوا لي وسالوني نستخدم ايه، فبقول لهم استخدموا الب مالتي فيت. هتستخدمي الب مالتي فيت هتلاقي نشاطك احسن، هتلاقي طاقتك احسن، هتلاقي المود احسن. احيانا يمكن كمان يا عظيمه الحاله النفسيه بتاثر، وامتحانات وتنشنه،
ما تنشنيش وركزي في مذاكرتك، واستخدمي ألب مالتي فيت كبسولة واحدة في اليوم بعد الفطار أو بعد الغداء، هتلاقي نتيجة معاكي ممتازة في خلال 3-4 أيام، هتلاقي التركيز أحسن وهتخشي الامتحانات وهتنجحي وهتتبسطي، وهتكلميني تقولي يا دكتورة دينا ألب مالتي فيت عمل معايا نتيجة حلوة فعلا. هما بصي بصراحة الطلبة دول أنا شايفة إن هما بيبذلوا مجهود رهيب، حبايبي فكتر خيرهم. الفكره دي بتحصل بتتكرر مع ناس كتير، حتى الاطفال الاصغر سنا من رحمه يعني. أيوة. ممكن يحصل في سن ال 14 عشان كده سالتك. طبعًا. قلت لك هو مهم اللي بينسوا يعني. طبعًا. ممكن يبقى طفله صغيره وتنسى او ما تركزش فعلا، فده بيسبب لهم توتر. طبعا اكيد. انا شايفه انه انا بصي اصلا اتبسطت بيه وخدته ليه بقى، علشان نسبه الفيتامين ب وال 500 النسبه بتاعت فيتامين سي، وطبعا الزنك انتوا اعلى نسبه في الزنك طبعًا. على فكره انا قارنته بحاجات تانية مش هينفع طبعا اقول اسماء، بس لقيت فعلا انتوا الاعلى احنا في أعلى نسبه الزنك بالظبط. دي هايله. الزنك حلو قوي قوي حتى كمان للرجال والله. سيده هو بيدعم الخصوبه. اوكي. بيحسن الخصوبه وليس علاج لمرض مريض العقم طبعا، بيستشير دكتور فكوره. لا تمام. لكن الزنك رائع لتدعيم الخصوبه عند الرجال. أوكي. ورائع للمناعه للستات والرجاله كمان. ألب مالتي فيت يا ريت اللي بيتفرجوا علينا برضو ارجع واقرر اصور العلبه عشان انا ما عنديش بديل في الصيدليات. يا جماعه صوروها وصوروا الارقام الموجوده على الشاشه عشان حضراتكم تقدروا يعني تتصلوا مباشره. محافظات بقى اخبارها ايه في القصه دي؟ موجودين في كل بنوصل لكل المحافظات. اوكي. احنا عندنا مناديب مغطيه محافظات مصر كلها، وموجودين في الصيدليات في جميع محافظات مصر. فطبعا الخيار للساده المشاهدين، للسيده او الراجل بيتفرج علينا، يا اما بيشتروه من الصيدليه يا اما مش قادرين ينزلوا في الحر بيكلموا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه وبيطلبوه اونلاين. أوكي. طبعا الارقام الثلاث ارقام دول ارقام شركه باي ناتشرال المنتجه لمنتج ألب او اي ال بي مالتي فيت. اوكي. احنا طبعا مجموعه الفيتامينز معلش ممكن تعرضوها سريعا تاني، مجموعه الفيتامينز بس عشان لسه حد منضم للفقره بتاعتنا. أوكي. يبقى شاف مجموعه الفيتامينز بس معانا بعد اذنكم. احنا عندنا طبعا فيتامين سي، عندنا فيتامين اي، عندنا زنك، عندنا فيتامين بي، عائله فيتامين بي، عندنا كالسيوم، بيوتين، فوليك اسيد، والكوبر اللي هو النحاس. النحاس مهم جدا للدوره الدمويه، يعني لازم اخد حاجه فيها نحاس برضو ولا هو بيبقى في كل الفيتامينز يعني لازم يبقى ليه نسبه هو ولا ايه؟ هو البني ادم بيحتاج نحاس يوميا بكميه قليله جدا. حلو. بس لو انا لو في مكمل غذائي فيه زنك نسبته عاليه وما فيهوش نحاس انا ما بنصحش بهذا المكمل. عشان الزنك هاخده على الفاضي. الزنك في فيتامينات بتشغل بعض. اوكي. الزنك مع النحاس الاثنين دول بيشغلوا بعض. زي فيتامين دي وكالسيوم. يعني الكالسيوم لو اخده لو عندي نقص في فيتامين د مش هيحصل امتصاص للكالسيوم، فانت في حاجه اسمها كليتس يعني اثنين بيركبوا على بعض بيشتغلوا مع بعض. أوكي. فما ينفعش اخد زنك كل يوم وانا مش مامنه معايا النحاس. ألب مالتي فيت واخد الاثنين زنك ومعاه نحاس، فالاثنين بيشغلوا بعض وبيعملوا نتيجه حلوه قوي للمناعه وللطاقه. زنك ونحاس وللدوره الدمويه بيعزز لي الدوره الدمويه. والكوبالامين اللي داخل ألب مالتي فيت بيعزز على انتاج كرات الدم الحمراء. فمهم كمان نهتم بصحه دمنا. الاهم بقى السعر، علشان اصدقائنا كلهم ممكن يتخيلوا ان ده حاجه غاليه جدا. عشان أيوة. في مكونات او العناصر اللي موجوده فيه طبعًا. بتدي انطباع او انديكيت ان ده حاجه اللي هو ايه ده انا مش هنتكلم بقى عن طريق الرقم هنلاقي السعر أرقب. مش عارفه احنا بنأكد. هي العلبه فيها قد ايه معلش؟ العلبه فيها 3 شرايط 30 قرص بيكفي شهر. السعر فعلا بدون مبالغه مناسب لاي بني ادم بيتفرج عليا. اتكلموا عن طريق الرقم هتعرفوا السعر. هتعملوا اوردر مش علبه، هتعملوا اوردر بخمسه وعشر علب بجد حبيبتي. الارسال رائع وانتوا ليكم الخيار، يا اما بتجيبوه من الصيدليه يا اما بتجيبوه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. انا بشكرك جدا بجد، يعني اسمحوا لي اشكر ضيفتي الجميله دكتور دينا ابو السعود بجد المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال بوجودك معايا حبيبتي. وميرسي لانك بتردي على كل اسئله اصدقائنا. بصي بتتجمع لي الاسئله ببقى سعيده لانه هم بيتابعوا وبيقولوا لي اول ما برجع يعني بعرف بقى الفيدباك. أيوة. من الايميلز ومن الحاجات اللي جت على الصفحه كمان الشخصيه. انت اكيد بيجي لك وانا بيجي لي واكيد الشركه بيجي لها. فانا بشكر كل من قائم على انه ينقل لنا الاسئله دي، وميرسي انك بتجاوبينا بجد وبتهتمي باصدقائنا اللي بيشاهدوا البرنامج. يا روح قلبي ميرسي ليكي وميرسي طبعا ليكي. وانا مبسوطه معاكي في البرنامج وبحب جدا جدا قناه الاهلي حبيبتي. يعني بعتز بيها جدا. يا روح قلبي تسلمي لي ويسلم ذوقك بجد. ويعني بشكر
متابعه حضراتكم معانا في حلقتنا النهارده ومع فقرتنا الطبيه، واسمحوا لي يعني تخلص طبعا وقت محاكوا على طول. اتمنى في نهايه حلقتنا من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.